السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اليوم في البرنامج الديني الصيام جنة، الحلقة 5، موضوعها إن شاء الله يتعلق بفضائل الصيام. معنا في هذه الحلقة كالعادة معا مخاطبكم خليفة مراوي والشيخ رضا الخلادي والشيخ شادي العزعوزي. مرحبا بك الشيخ رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي خليفة، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم آمين صيامنا وقيامنا. الشيخ الشادلي مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعله في ميزان حسناتكم. أمين رب العالمين. الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بما أمرهم به ونهاهم عما نهاهم عنه، كان في ذلك حكمة منه سبحانه وتعالى وخيرا لعباده. وقد بين القرآن العلة من ذلك الأمر أو من ذلك النهي. فمثلا في الصلاة لما أمر الله تعالى عباده بالصلاة قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا الصلاة فائدتها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. حين أمر بالزكاة قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها فائدة. في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإذا كل عبادة فيها خير، والنهي أيضا في خير. نعرف في آية، فتلك الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوفوا المصائب اللي تنجر من هذه المناكر أو هذه الأشياء. ففي النهي فائدة في شهر رمضان في الصيام بصفة عامة. وشهر رمضان نحن في هذا الشهر العظيم هناك فوائد، هناك فضائل لهذا الشهر وفوائد تحصل للمسلمين إذا أدوا الصيام كما أمر الله تعالى. الشيخ رضا، فماذا عندك من هذه الأشياء أو هذه الخصائص التي يختص بها هذا الشهر أو يختص بها الصيام؟ بارك الله فيك يا خليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فما قاعدة أصولية كبيرة سخليفة
اللي فيها يعني المعنى أو الكلمات أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. ومنهم من يقول في نفس المعنى أينما وجد شرع الله فثم المصلحة. أينما وجد شرع الله، أينما كان شرع الله فثم المصلحة. المعنى هو أن الله سبحانه وتعالى رب العزة ما يطلب أو ما يفرض على خلقه إلا ما يحقق نفعهم، إلا ويحقق نفعهم. كل أمر لابد فيه صلاح ونفع وفضائل وفوائد، كل نهي إلا وهو ترك لما هو قبيح ولما هو شر ولما هو يعني منهي عنه. ولذا القاعدة الثانية أن الحلال منوط بالطيبات، والحرام منوط ومرتبط بالخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المولى سبحانه وتعالى لما فرض على الأمة من منذ الخليقة، منذ الأنبياء قبل آدم، قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى مع آدم عليه السلام، فرض هذه الشعيرة، شعيرة الصيام. كل الأنبياء إلا وجاءوا بهذه الشعيرة، شعيرة الصيام، منسك الصيام. لكن كانت معناها باختلاف حسب التشريع لكل أمة، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، لكن هذه الشعيرة أو هذا المنسك، منسك الصيام موجود بأمر من الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. به الصيام لما نتحدث على هذا المنسك العظيم، ولما نقول أن هذا المنسك هو يعني بأمر من الله وبتشريع من الله سبحانه وتعالى على خلقه، استحضر لهنا معاني عظيمة، اللي هي أن الله سبحانه وتعالى يحب خلقه ويطهرهم، يطهر عقولهم، يطهر أرواحهم، يطهر أجسامهم، حتى يقبلوا عليه إقبال الحسن، أحسن الإقبال في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو مطلوب شرعا في يعني أن نحسن عبادة الله سبحانه وتعالى. الصلاة فيها معنى عظيم اللي هو معنى الخشوع في الصلاة. الصيام فيه معنى عظيم اللي هو معنى الاجتناب، اجتناب ما حرم الله من كبائر أو صغائر، كل شيء يجتنب عند الصيام. مادام أنت صائم يعني صيام عن الطعام وعن الشراب، يجب يكون إنسان صائم عن كل محرم وعن كل شر، سواء معناها مما هو محرم بينك وبين الله أو هو بينك وبين الناس. في الصيام حكم عظيمة وفوائد كثيرة لا يمكن حصرها يعني في حصة، ولا يمكن يعني أن تذكر يعني بسرعة كذلك، لابد يعني من شيء من التوازن والتوسط بين الإسهاب والتحليل الذي لا نهاية له، أو الاختصار الذي لا يأتي على الحاجة. فالصيام كما ذكرت يعني، أو صيام شهر رمضان، أنا بالذات نحب نتحدث على هذا الشهر الفضيل. نعم. يمكن استشهاد لي، يمكن زخيفة بعد أنتم تتناولوا الصيام بصفة عامة، لكن في شهر رمضان الخاصيات الكبرى لشهر رمضان، الخاصيات أو الخصائص الكبرى لشهر رمضان، أعلاها وأجمل خاصية في رمضان هو أن كان نزول القرآن فيه، أن فيه نزول القرآن. ومعنى وفكرة نزول القرآن أو حدث نزول القرآن في رمضان من أعظم الأحداث في الوجود، مش في عند الإسلام أو عند المسلمين أو في الإسلام، بل في الوجود كله، لأنه أعظم كتاب، لأنه على أعظم رسول، لأنه على أفضل أمة، كنتم خير أمة. فالقرآن ونزول القرآن هذا بإذن الله سنخصص له حصة كاملة إن شاء الله، ولكن هو لهنا لهنا من أجل ومن أعلى خصائص شهر رمضان. وبطبيعة الحال الحصة السابقة استشهد لي يعني لما تحدث على القرآن
ورغب الناس انهم يعملوا ختمتين ثلاثة، وحتى اعطاهم يعني سبيل او تسهيل كيفاش نجموا نقراو، كيفاش نجموا نقراو القرآن يعني في بجزئين او بجزء بالمتناول في وقت ربما بعد السحر في قبل الافطار. فهذه بطبيعة الحال يعني رغيبة ويعني مكرمة كبيرة للي ربي سبحانه يسرها له. من اجل الخصائص ان الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في أعظم غزوة وأكبر غزوة اللي هي كانت يعني مفتاح لانطلاق هذه الأمة في الوجود أو لوجود هذه الأمة أصلا، هي غزوة بدر. كما قلت سيأتينا بإذن الله حصة كاملة في غزوة بدر، وإذا أنا أتحدث عن الخصائص دون تفصيل غزوة بدر تحتاج إلى كلام يطول، ولكن من أجل الخصائص في رمضان هذه الغزوة العظيمة. كيف الغزوة الثانية اللي هي فتح مكة في رمضان. نعم في رمضان، وأنا ذكرت الترتيب لهنا نزول القرآن قبل، بعد تالي جاءت غزوة بدر اللي هي يعني بعد تالي في رمضان يعني في السنة الثانية للهجرة بعد فتح مكة. كل هذه الأحداث العظيمة كانت في رمضان، فمن هنا نفهم علو شأن رمضان والقدر العالي لشهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى بحديث المصطفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رمضان يعني اختص به أو الله سبحانه وتعالى ميز به أمة الإسلام عن سائر الأمم الأخرى، عن سائر الأمم الأخرى. اليهود عندهم كان فرض الله عليهم صيام، فرض عليهم شهر لكن لم يفرض عليهم رمضان شهر آخر. النصارى كيف هذا في طرف شوية تفصيل ما يعنيناش برشا لهنا، لكن اللي يعنينا أن أمة الإسلام فرض الله عليه شهر رمضان لعلو ولقدر هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الشهور التي يعني يجلها الله، والتي يعني حسن سبحانه وتعالى على حسن العبادة بكل أنواعها كما تحدثناها يعني في الحصص السابقة في هذا الشهر الكريم. بارك الله فيك الشيخ رضا. حقيقة شهر رمضان شهر عظيم جدا، وكيف ما ذكرت الشيخ رضا خصه الله تعالى بهذه الأشياء الكبرى العظيمة اللي هي لا تمحي من تاريخ الأمة. الشيخ الشادلي، للصائم في شهر رمضان وفي الصيام فضائل كثيرة يمتاز بها هذا الشهر أو يمتاز بها الصيام وينتفع منها الصائم، فلو تكرمت تذكر لنا بعض هذه الفوائد أو هذه الفضائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شهر الخير وشهر البركة وشهر رمضان، وأعظم عبادة يتقرب بها المؤمن في هذا الشهر بعد التوحيد رب العزة جل وعلا وبعد الصلوات المفروضة هي صيام شهر رمضان. وقد بينا في ما مضى من حصة أو من حصص أنها صيام شهر رمضان هو فرض، وسنفصل ذلك إن شاء الله فيما يأتي مفروض. لكن عليش مفروض؟ شنو هي الغاية؟ شنو الهدف منه؟ الآية تبين لعلكم تتقوا. ثم معناها هدف، وانت المقدمة متاعك سخريفة ربي يبارك فيك، يعني ثم مقصد أساسي منه. العلماء بحثوا في فضائل الصيام ووجدوا العديد من الفضائل، ويمكن أن نقسمها، هناك فضائل روحية، هناك فضائل دينية، وهناك فضائل بدنية. أحاول بحسب ما يسمح الوقت أن أذكر بعض العناصر. من ذلك أن رب العزة أضاف الصيام لذاته العلية تشريفا وتقديرا وتعظيما له، يعني تعظيما لهذه العبادة. فالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. انظر أخي المستمع إلى هذه العبادة العظيمة، لم يجعل لم يخص رب العزة من عبادة إلا صوم. وفي رواية مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف.
قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. هنا العلماء بحثوا عليه ربي سبحانه وتعالى جعل العبادة هذه لذاته العلي. قيل أن الصيام لا يقع فيه الرياء، الإخلاص اللي تحدثنا فيه في حصة سابقة، يعني العبادة هذه تقريبا هي العبادة التي يتجلى فيها الإخلاص بصورة واضحة. الله سبحانه وتعالى ينفرد بعلم المقدار هذه العبادة، كل عبادة عندها 700 نجم توصل إلى 700 ضعف، لكن الصيام هذا عنده ثواب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قيل الصيام أحب العبادات إلى الله تعالى لأنه أقرب إلى ذاته العلية جل وعلا، ولأنه من أفضل الأعمال، يعد الصيام من أفضل الأعمال. ففي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني لا يعادله شيء. والحديث في أحمد. الصيام جنة، وهنا نحب نرجع للعنوان متاعنا لعل نعاود نفسره، ونحن فسرنا من البداية ما معنى جنة، أي وقاية في الدنيا ووقاية كذلك في الآخرة. الصوم يقي المسلم في الدنيا من الوقوع في الشهوات ويقيه من المعاصي، في الآخرة إن شاء الله ربي يجعلنا من الصائمين القائمين، إن شاء الله هذه العبادة تقينا من العذاب. أمين. فهو حصن، اسمعنا الجنة، هو حصن حصين في الآخرة من النار. عن أبي هريرة والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار. معنى هذا الحديث أن الصيام هو كالدرع سخريفة، الدرع اللي يقي الصائم، اللي يمنع من الوقوع في المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر. وفي الدنيا هذه في الدنيا، في الآخرة سريضة هو الذي إن شاء الله ربي يكتبنا أجر الصيام، هو الذي يقينا من الوقوع في النار كما يقي الدرع المحاربة من الطعنات. الصوم يحقق أجر الصبر، وإحنا تقريبا من أعظم العبادات القلبية اللي يتقرب بها الإنسان للمولى سبحانه وتعالى هو الصبر. لكن العبادة هذه فيها ثلاثة أنواع من الصبر: صبر على الطاعة وصبر على المعصية. يجتمع في الصيام أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، وصبر على الأقدار. صبر على الطاعة أنت قاعد كما البعض تطيع الله سبحانه وتعالى وأنت تجاهد نفسك، صبر على المعصية حتى واحد، أنا ديما نقول حتى واحد ما ينجم يمنعك أنك تهتك ستر رمضان، أنك تحارب الله سبحانه وتعالى، إلا خوفك من الله وصبرك على الجزاء. صبر على أقدار الله، لأن الصائم يصيبه ألم العطش بطبيعة الحال، ما ثماش العبادة هذه بكلنا، لكن محلاها سخليفة وقت اللي أكل العبادة هذه كباش توجهها، أنت توجهها بالتقوى. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقيام يشفعان للعبد. قال ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. والحديث في أحمد. انظر إلى هذه العبادة، انظر إلى هذه العبادة العظيمة. إيش معنى يشفع لك؟ يعني هو اللي بيش يكون شفيعك يوم القيامة، لأن الشفعاء يوم القيامة عديدين، منهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، منهم القرآن الكريم، منهم الصيام متاعك. أنا صايم شهر رمضان، رأوا الصيام هو اللي بيش يشفع لي، يعني الصيام هو اللي بيش يمنعني من الوقوع في المعاصي. الصيام هو سبب لدخول الجنة، فمن أسباب دخول الجنة الصيام، وإن أحد أبواب الجنة هو باب الريان، وهو باب يدخل منه الصائمون الجنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. والحديث عنه في البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري: في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. شراح الحديث هذا قالوا هذه ميزة عظيمة للعبادة، هذه أن الله سبحانه وتعالى خص هذه العبادة بباب. شنو الباب هذا؟ اسمه باب الريان. شكون يدخل منه؟ يدخل منه الصائمون. ولو أن وقع اختلاف هل يدخل منه صائم الفرضي فقط اللي هو كما نحن توا نصومه في شهر رمضان سيدي ضرب يبارك فيك، وإلا من يكثر النوافل من الصيام. شكونهم؟ اللي يصوم الاثنين والخميس، اللي يصوم 6 أيام من شوال، سنأتي إلى بيان ذلك إن شاء الله، إن شاء الله في حصص أخرى اختلف فيه. لكن الأصل المفروض الواجب هو صيام شهر رمضان. لكن الشيخ سيد فضل سيدي، الذي يصوم الاثنين والخميس أكيد و6 شوال أي. لا شك أنه يصوم رمضان بالضرورة، فسيدخل من هذا طبيعة بطبيعة الحال. شنو يعني شنو المقصود؟ يعني هل هذا باب الريان هو ترغيب لمن يصوم النوافل زيادة على الفرائض أم لمن يصوم الفرائض فقط؟ وهنا وقع الاختلاف بين الفقهاء والعلماء في المسألة. شكون باب الريان؟ زعم اللي يقوم بالفرضك هو، وإلا باللي يقوم بالفرض ومعه النافلة. نعم. النافلة اللي هي 6 أيام من شوال والاثنين والخميس وغيرها وعاشوراء وتسعة. نعم. إلى غير ذلك. فضل سيدي. بارك فيك يا شيخ، هي النقطة هذه أنا مش نسأل سؤال، يعني مش نضيف اللي ذكرته تبارك الله، أنا مليان بالفوائد بإذن الله. لكن السؤال هو في رأيك أنت، في رأيي، في رأيي أنا، شنو ترى انت اللي باب الريان هذا يكون للصائمين في رمضان فقط او للصائم في رمضان ولغير رمضان؟ ان شاء الله يكون واحد موفق اولا في الاجابه. هو من باب الترغيب، هنا هو من باب الترغيب. اولا الواجب لابد من القيام به، ولا احد يمكنه ان يتنازل او يتكاسل عن الواجب والمفروض فرض عين اللي هو الصيام الواجب اللي هو صيام رمضان. دون جي ونشوفوا شنو الصيام الواجب الأخرى المفروض. ثم هذا التحفيز وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حب يشجع فيه الصحابة بعد صلاة الصبح: من أصبح اليوم صائما. صحابة الكل سكتت، فقام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم: من عاد مريضا اليوم. سكت الصحابة الكل: أنا يا رسول الله. عدت أخي عبد الرحمن بن عوف. الثالثة: من تصدق اليوم. صلاة الصبح راه ما جاوب حتى أحد. الوحيد اللي أجاب عن ذلك هو سيدنا أبي بكر. اش قال النبي؟ شوف الهدية العظيمة اللي اعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا ابي بكر: من اتبع اليوم جناس باهي. شوف الهدية العظيمة، راهو الهدية العظيمة اللي تجتمع فيه العبادات هذه كلها في يوم واحد، واللي اعطاها ربي لسيدنا ابي بكر راهو مش له هو كهو، بل احنا باش نقتديو بهم ونحاول قدر الامكان ان نعطيه شهر رمضان من الطاعة، وألا نكتفي فقط بصيامنا عن الأكل والشرب فقط. يعني أنواع الطاعات اللي يمكن أن الإنسان يأتي به. فضل سيدي. سيدي سمحني أن أقول أن هو رأي بسيط والله أعلم، يعني في صحته إن شاء الله ربي نكون موافقين، أن الله سبحانه وتعالى من رحمته الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى يكرم خلقه، يكرم عبيده. علاش العلماء نتسألن علاش العلماء يخصوا باب الريان باللي يصوم رمضان وغير رمضان؟ الله أعلم. لما نقول أنا أن فما معنى لعظمة الله ولرحمة الله، نقول حتى
هذاك اللي ما نجمش يصوم اصلا وإذا به يصوم ينظر الله إلى نيته أكيد هو غير قادر على الصيام حتى رمضان. صحيح هو مش ما نجمش يصوم رمضان. لما نحن نعرف في ديننا أن يكتب له الأجر مثل الصائم يكتب له الأجر مثل الصائم علاش يحرم من باب الريان؟ لا يحرم أكيد. عظمة الله ورحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على ناس. صحيح ترغيب في في الصيام صفة عامة سواء في يعني الأيام يعني المسنونة هذيك الخميس والاثنين والخميس أو شوال أو أيام يعني الفاضلة عاشوراء وعرفة إلى غير ذلك، لكن ديما الطمع في رحمة الله، نطمع في رحمة الله، نطمع ديما هذه غايتنا يعني نعبد الله بين الرجاء والخوف. أكيد. فضل سي خليفة. الشيخ الشادي مازال عندك ملحوظة، قلت لماذا سمي الريان؟ هذا الـ 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 الباب هما ثمانية أبواب احنا مش نفصله. أهل الصلاة يدخلون من باب، أهل الصيام وأهل الجهاد كل يدخل منه. سيدنا أبي بكر من عظمي ومن عظمي ما قام به، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن للمسلم أن يدخل من الأبواب كلها؟ يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني سبحان الله، هذا احنا نطمع ان شاء الله الهمة متاعنا تكون عالية، ثم ان شاء الله ربي يفوزنا بالجنة. لكن الناس هذوما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا من الاجتهاد في طاعة الله وطاعة رسوله حتى ان سيدنا أبي بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من الأبواب الثمانية. بارك الله فيكم الشيخ الشادي الشيخ رضا. احنا توا عنا فاصل إن شاء الله وسنعود لنتمم هذه الحلقة الشيقة والمحفزة إن شاء الله في فضاء رمضان. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى الحلقة هذه المتعلقة بفضائل الصيام بفضائل شهر رمضان، وسنواصل إن شاء الله في هذا الأمر. والشيخ شادلي ستحدثنا أو ستواصل الحديث عن الفوائد التي أو الثمار التي يجنيها الصائم من شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل عديدة، وهذه العبادة يعني يجني ثمارها المؤمن إن شاء الله ربي يتقبل منه. الصيام من الأعمال التي وعد رب العزة صاحبها بالمغفرة والأجر العظيم، مدام ربي وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. يقول تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر يا أخي المؤمن ماذا أعد لك رب العزة إن كنت صائما لله جل وعلا. كذلك للصائم فرحتان، وهذا كلنا مما نرغب به إن شاء الله. الحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح الصائم إذا أفطر وقت اللي شق فطره، هذه اختلفوا فيه، يعني وقت اللي يقول الله أكبر يذر الحمد لله رب العالمين اللي ربي وفقك باش تصوم النهار هذاك. وقيل يفرح بصومه اللي هو بعد ما كمل 30 يوم متاع الصيام اللي هو في آخر الشهر اللي هو عيد الفطر، وخاصة ربي يبلغنا أنه نكمل هذه العبادة وأن نتوجها إن شاء الله بعيد الفطر إن شاء الله. كذلك يفرح الصائم عند لقاء رب، وهذا الجزاء الذي يعده الإله جل وعلا ولا يعرفه أحد. نقطة الموالية، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شنو هو الخلوف؟ الخلوف هو كل يتغير
رائحته فما صائم، فما برش عباد يحبوا ينحاه، خاصة وقتاش تظهر بعد العصر تقريبا، من خاطر الماكلاش ما شربش. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، والذي نفس محمد بيده، انظر بماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن عبد المر: يريد أزكى عند الله وأقرب لديه وأرفع عنده من رائحة المسك. يعني كالرائحة العظيمة الكريمة اللي هي ريحة المسك اللي خير منها وأفضل منها هي الخلوف. النبي عليه الصلاة والسلام بشرك يا صائم أن دعوتك دعوة مستجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات المستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. نحب نركز على دعوة الصائم اللي وقت اللي احنا نشق في فترة ما نقول اللهم لك صمت ولا رزقك افطرت. الدعاء، ادعي يا أخي المؤمن، ادعي بما شئت وأنت تفطر، ادعو ربك بما شئت وانتظر الإجابة من رب العز. بعض المفسرين سخريفة وقفوا على آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك عبادي عني، جايبين آيتين تصدير. الآية الأولى هي شهر رمضان، والآية الثانية هي آية الدعاء: ثم وحل لكم ليلة الصيام. هذه الترتيب متاعها. البعض قالوا: لماذا وقعت آية الدعاء بين آيتي الصيام؟ لتذكرك أيها الصائم أن لك من رب العزة دعوة مستجابة، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بذلك، فادعوه والله سبحانه وتعالى هو الذي سيستجيب لك إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرنا أن الصيام هو سبيل إلى أعلى الدرجات في الجنان وهي الغرف، فمن المعلوم أن الصيام له أجر عظيم وثواب يكافئ ليس فقط الجنان، ليس فقط الجنة، بل الغرف في الجنة. فعن الإمام علي كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي: إن في الجنة غرفة ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام عربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أدام الصيام بطبيعة الحال. هذه من فضائل هذا العبادة العظيمة التي إن شاء الله ربي يكتبنا فيها من الصائمين ومن التقاتين. آمين. بارك الله فيك يا شيخ، وربي إن شاء الله ينفع بيك. المعنى أو فوائد الصيام، فضائل الصيام، ما زالت الحصة هذه يعني خصصناها لهذا الموضوع، لهذا العنوان، وسخليفة مشي يزيد يبسطنا أكثر الفضائل والفوائد، فوائد الصيام سواء على مستوى الروحي وسيشيد تخذيه على المستوى الشرعي أو على مستوى الجسمي البدني. نعم. سخليفة عندك هذا التفصيل يعني إن شاء الله توكل على الله فيه، يعني في بيانه تفصيله وتحليله. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ لنا. العفو. بارك الله فيك الشيخ الشادي. إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. حقيقة معناها أشياء، حتى أشياء تذكرها الإنسان فيما تتعلق بالصيام من هذه الأحاديث وهذه النفحات الطيبة حول الصيام. بطبيعة الحال، هل للصيام فوائد دنيوية ينتفع بها الصائم؟ نعم، كل العبادات فيها فوائد تحققها دنيا وآخرة. من الفوائد التي تحصل للصائم هناك فوائد روحية، فوائد نفسية يتعلمها الصائم وتفيده في حياته، في حياته كاملة وفي معاملاته إلى غير ذلك. مثلا الصوم يعود الصائم الصبر، ويعلمه ضبط النفس، لأن الصائم بطبيعة الحال
هو سيمسك عن الشهوات والمنكرات، وكما قال في الحديث طوري ذكر الشيخ الشادي فليقول إني صائم، فإن قاتله أو شاتمه أحد فليقول إني صائم مرتين أو ثلاث. فهذا يدل على الصبر، يتحمل، يتعود الصبر، ويتعود أن يضبط نفسه، ويوجد كذلك الصوم في النفس ملكة التقوى، لأن الصائم دائما في علاقة مع ربه، ما دام صائما فهو في يراقب ربه، وتتربى نفسه على التقوى ومراقبة الله تعالى. وبطبيعة الحال فيخاف المسلم ربه ما دام يراقبه في سره وعلانيته، وكذلك يعمل بكتاب ربه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يقتدي بهذه السنة الطاهرة، ويعمل على أن تكون أعماله وأقواله وأفعاله ومعاملاته مستجيبة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويستعد بذلك، يكون مستعدا دائما للقاء الله تعالى، لأن المسلم بطبيعة الحال إذا فقد منه هذا الشيء خرج أو ابتعد عن ربه. فالصوم دائما وأبدا يجعل المسلم في حالة تقوى مستمرة، كما ذكرنا في هذه الآية التي نرددها كثير من المرات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهناك فوائد أياما معدودات، وهناك إذن فوائد أخرى اجتماعية يعني ينتفع بها المجتمع، فيعود النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، هذا يتحقق في الصيام، إيجاد عاطفة الرحمة بين المسلمين، وتنمية روابط الألفة، والمسارعة إلى الإحسان، والتسابق إلى فعل الخيرات، المسلم تكثر الصدقات، والمسلمون يتعاونون، خاصة أصحاب المال وأصحاب، فهؤلاء يسارعون إلى مساعدة المحتاجين. يعني قصدك موائد الإفطار، كموائد الإفطار وإلا صدقات اللي خرجها الإنسان السخريفة، هذا هذا شنو تقصد به؟ نعم نعم، بارك الله يتقبل منا جميعا. أمين يا رب العالمين. وكذلك يوصان المجتمع من الشرور، تقل المنكرات والاعتداء والظلم والمفاسد. فالصيام فالصائم حين يكف نفسه عن ضروريات الحياة، ويدرك ما يعانيه الفقير المعوز المحروم الجائع، فيسعى مباشرة إلى مساعدته وتقديم الخير له والمساعدة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر، وإن كان حديث ضعيف هذا. وقد ورد في السنة ما يدل على أن الإنفاق في الشهر في هذا الشهر للإنفاق فضل كبير، وحث ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، هو كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، لهذا فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويحث بفعله وقوله، يدعو أمته إلى أن يقتدوا به، كالريح المرسلة. نعم، كالريح المرسلة. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا فوائد صحية. كمان صحية خريبة بدنية. واضح. نعم، تنفع المسلم إذا صام. في كتاب للشيخ عبد الرحمن الخليف رحمه الله، عنده كتاب قديم شوية في بعنوان الصيام، ذكر فيه قول لدكتور أمريكي، سئل عن فوائد الصيام، وذكر هذا الدكتور الذي اطلع على الصيام وبعد دراسة وتحليل وغير ذلك استنتج تقريبا ما يقارب 28 يعني فائدة بدني 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 بدني. و
الدكتور هذا اسمه ألان كوتس وهو أمريكي أجاب عن سؤال وجه إليه، قيل لماذا أصوم؟ قال له لماذا أصوم؟ فأجاب قال تصوم للأمور التالية: أولا لتخفيف وزنك بأسرع وأسهل طريق، ونعرف السمنة معناها من الأمراض، معناها حمية غذائية، حمية غذائية، فالصيام يخفف الوزن، لتشعر بتحسن جسمي وعقلي، أيضا هناك تحسن في الجسم وتحسن في العقل، كذلك لتشعر بحيوية الشباب ولتبدو على أكثر ما يكون فتوة ونشاطا، هذا يحققها الصيام، كي كذلك لتوفر قسطا من المال، وإن كان في وقتنا الحاضر ربما أصبح الإنفاق في رمضان إنفاق أكثر. يعني بعد إذنك نحب نرجع للفائدة البدنية، أن الصيام هو من أهم النقاط التي يحقق الحمية الغذائية. يعني وأنا أطلع تقريبا على ما ذكرته، يقال من صام شهر رمضان يلزم على الأقل يعمل 5% انقاص من الوزن بتاعه بعد ما يكمل الشهر، يعني لكن هو يوزن 60 كيلو كي يخرج رمضان يزن من ناحية 3 كيلو. الإشكال الأكبر أن الكثير منا ينتقمون من بطونهم في شهر رمضان ليحاولوا أن يعوضوا أكل 14 ساعة اللي ما صامهاش، يعوضها بكثرة الأكل أولا، ثم بالإنفاق ثانيا، والإسراف في الإنفاق على نفسي وعلى عيالي. وهذا موجود السريدان الصغير. فضل السريدان. بارك الله فيكم. في نرجع سخليفة، يعني واصلنا في الفوائد الصحية لرمضان، لكن هنا يلزمنا ديما نستحضر معنى عظيم. شنو المعنى؟ هو أن المسلم لما يصوم صيام رمضان أو غير رمضان يجب يكون فما معنى النية، النية أنه نية الاستجابة لله سبحانه وتعالى، هكل الحمية وكل مش عارف مش ينقص، وإلا مش عارف يعني قلت أنت ربما صائم المسلم اللي هو يعني حذر وفطن يعني تنقص النفقة متاعه يعني في رمضان على اعتبار اللي هو يعني سيتوازن. لكن إذا كانت الصيام، وخاصة ربما نوجه أكثر كلام للنساء اللي قد تغيب عنهم، يغيب عنهم المعنى هذا، أراه صيامك لله، تصوم لله، أنت تصوم الخميس اثنين والخميس، تصوم عاشوراء، تصوم كذا، تصوم يعني 3 أيام من كل شهر، تصوم أيام البيض، فلا بد أنك تفهم معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة اللي نحن خذيناه في بداية الحلقات، الحلقة الثانية ولا الثالثة من هذا البرنامج. الإخلاص ديما يكون حاضر عندك، حصلت الفائدة الصحية، فهذا نحن متأكدين منه، من أن الله سبحانه وتعالى ما يفرض علينا أو ما يطلب منا إلا ما يحقق معنى كمال الإنسان بطبيعة الحال، كمال النسبي في عقله في روحه في جسمه في مؤهلات الكل، كمال النسبي. لكن ديما نستحضر معنى الإخلاص لله يعني في كل ما نقول وما نفعل. فضل سخليفة. بارك الله فيك الشيخ رضا. نعم بطبيعة الحال هو الإنسان حين يصوم سيستحضر يصوم استجابة لأمر الله تعالى، فإذا فعل ذلك حقق الله تعالى هذه الفوائد وهذه المنافع في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يقول أيضا بالنسبة لهذه الفوائد البدنية والمنافع البدنية، هذا الدكتور ألان كوت هذا الأمريكي دكتور في يعدد، فيقول أيضا لتعطي أجهزة جسمك وقتا من الراحة ترتاح، جهاز الهضمي خاصة، نعم الجهاز الهضمي والمعدة خاصة وقت من الراحة، أيضا لمعالجة العديد من الأمراض الشائعة، هناك من الأمراض ما يذهبها إلا بالصيام، كذلك كما قلنا السمنة السكري وضغط الدم، هذه من الأمراض التي يقي منها الصوم، والحمد لله رب العالمين يقيك، هو درع يقيك من الوقوع فيها. فضل سخليفة سمحك اسمح، مرحبا بك. لتنظيف جسمك وتطهيره
بإخراج الخبث والسموم منه، تخرج عدة سموم وخبث منك. يقول كذلك للتخفيف من كمية التدخين، بالنسبة للإخوة اللي دخنوا ونعرفوا احنا مضار التدخين وغيره، زاد له دور كبير جدا للتخفيف من معدل ضغط الدم وإنقاص مستوى الكوليسترول فيه. أيضا تترك فرصة لجسمك كي يرمم نفسه بنفسه، الجسم يبني نفسه بنفسه، للتخلص من التوتر النفسي أو العصبي. معناها سخريفة بلي فسرها لنا النقطة هذه، على خاطر بعد إذنك كثير من الناس وهذه الإشكال يفهموها بالمعنى الخاطئ، يقولك راني صايم راني مرمضان، ابعدوا عليا راني صايم إلى غير ذلك. هذه النقطة هذه تقريبا غايبة على كثير من الناس. صحيح هو في الصيام روي يتبدل موعد النوم متاعك، يتبدل موعد العمل متاعك، يتبدل موعد الأكل والشرب متاعك، وهذا يلزم، وخاصة احنا توا في الأيام الأولى من شهر رمضان يلزم الجسم والعقل متاعك ياخذ عليه. لكن كثير من الناس يتوتر في شهر رمضان، نجمش تفسر هنا سخريفة النقطة هذه كيفاش يمنع روحه؟ وانا نحب نمنع روحي، انا الكلمة اللي يقولوها برشا ناس انا راني مرمضة مرمضة، رد بالكم مني. هو في الحقيقة بارك الله فيك عايش سخريفة ربي يبارك فيك. احنا توا احنا وقت قلنا الصيام جنة، يعني الانسان يكون في غاية الاستقامة والرفق والعبودية لله تعالى، فلا يصدر عنه أي شيء يخلق يضر بالآخرين أو بنفسه، هذا الأصل في الصيام. الأصل تعكفين. ولكن احنا نشوف ناس في بعض الحين يصوم يثور ويغضب، خاصة في العلاقات الزوجية. نعم. وفي الأسرة وفي العلاقات الزوجية، وساعات يطلق زوجته من نتيجة الصيام، هو صائم وكذا وكذا. صايم. وإن كان القول هذه تقول أن الإنسان أنا مرمضان، أي بالضبط هذه كلمة، هذه هو المفروض إذا كان قال هذه الكلمة يجب أن يكون في حالة الاستقامة. بالضبط. دمت أنك مرمضان يعني أنت تعيش رمضان. بالضبط. وما دمت تعيش رمضان فالواجب أنك لا تخطئ لا في قولك لا في لسانك، لا تظلم إلى غير ذلك. ولهذا يأتي بالهدوء المسلم والراحة النفسية مع هو مع الله، مع الله، والله يراقبه كيف يعصي الله ولا كيف ينفعل. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان يتصدق، وكان المفروض الإنسان في أسرته في رمضان يكون بشوش أكثر، يكون متساهل أكثر، يكون متعاون مع زوجته، يشبيك يدخل مع زوجته في الكوجينة ويعاونها إذا كان هي تعبة ولا تخدم ولا غيرها وغير هذه. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يحلب البعير متاعه، ما كانش يعلف الشات، ما كانش يرقع الثوب، ما كانش يقوم البيت، ما كانش يعين الخادم، ما كانش. احنا أشرف من سيد الخلق، لأنه باش يعطينا المثل. ما هوش بسبب رمضان أنه الإنسان يظلم ولا يقول انا مرض بعد ما تدورش بي هذاك. لا هذايا ربما ما هوش عايش حقيقة الصيام والقرب من الله تعالى بهذه العبادة. بطبيعة الحال هناك عدة اشياء اخرى، مثلا تنتهي زاد كذلك الاعتماد على عدة ادوية، ربما تخفف شوية او ينقص شوية من الادوية، لانه بتلك الأدوية شيئا فشيئا ربما أمراض تسهل أو تبعد عليه بعض الأوجاع أو غير ذلك. بعد إذنك سخريفة، الصوم يكشف بعض الأمراض، وخاصة عافانا وعافى الله الجميع مرض الحصى في الكلى. يعني بالضبط هذه من نقطة هامة جدا. صديقي دكتور يقول لي رأي الحصى في الكلى راهي ما تظهر خاصة إلا عند الصيام وفي شهر رمضان، يقول لي يقع الاكتشاف متاع، وهنا هو يوجههم إما بعض الأدوية أو إلى الإفطار إلى غير ذلك. يعني شوف سبحان الله العلي العظيم، خاطر الجسم وقت اللي ظل الإنسان صايم تنقص كمية الماء في الجسم وعملية التصفية، كل حشاكم الحصات الموجودة تبدأ تتحرك يتألم لهنا، وهو صايم هنا يباشر الدكتور متاعه، وهنا يشوف الفايدة البدنية. نعم نعم بارك الله فيك الشيخ الشادلي.
عندنا كذلك احنا قلنا بكري ينظم حياة المسلم في يوم، ينظم حياة المسلم شنية تنظيمه انسان طو اجا شوف وقت الافطار الناس كلها حول المواعيد. اي صحيح. عنده وقت عند الافطار ثم السحور ثم بعد ذلك يمسك، ان ارى تقريب معناها حياة الانسان يستشعر منظمة يكون اكثر تنظيم هو في رمضان غير الايام العادية. اي بعد تولي الاوقات الفطور نتاعو ساعات يقدموا ساعات ياخروا نوعا ما ساعات ما يفطر ساعات كذا، يعني العائلة كلها تتلم على المائدة في نعم. في الايام العادية واحد يفطر نص نهار واحد يفطر مغرب ساعة تلام ذا يقراو الى غير ذلك، لكن سبحان الله يعني عظيم المائدة معناها يجتمع عليها افراد العائلة. شوفك المحبة سخريفة محلاها، شوفك المودة كلنا مع بعضنا ما نجتمعوا إلا وقت شقاء الفطر، وخاصة الأم والبنات يظلوا يستناوا في الأب بعد ما صلى المغرب وتتحط المائدة والناس كل تسمي بسم الله وتتوكل على الله. أنا وساعات واحد ولده ولا بنته وقت يحط الماكلة ما يراش ما يولي يراها لوقت في رمضان رمضان باش مع بعضهم يشعر بالنشاط والخفة، كذلك اللي صقل الحواس وإيقاظ المواهب أيضا في هذا الشهر لتنشيط العمليات الفكرية. إذا كان عندك حاجة شيخ. لا أنا حبيت أقول لك شيخ بارك الله فيك يعني اللي مازال ممكن نجزوهم شوية حتى بالإشارة. إحنا حتى نأخذ البعض يكفي وهي كثيرة كثيرة جدا. هي كثيرة ونحن نأخذ اللي معناها يبقى في أذهان المستمع حتى يعني يعمل به بإذن الله. طيب ياسر إن شاء الله نكملوا تحب تكمل سخريفة كمل. هذه بعض منها أنا ذكرت بعض منها إن شاء الله هي فوائد كثيرة جدا. نعم هذا في الدنيا فالجزاء في الآخرة كما ذكرتم تو تعرضوا إلى بعض الجزاء الإلهي اللي يعطيه الصائم ليفرح به في الآخرة. أتينا تقريبا على ختام هذه الحلقة نرجو من الله تعالى الأخرة سخريفة تفضل في نصف دقيقة فضل. أن المولى سبحانه وتعالى بعد الصيام هذا وبعد اللي نحن قلنا وجوبا أن ينطلق بالنية والنية يعني الصحيحة السليمة الصادقة من المؤمن من المسلم في جميع أعماله بعد صيام شهر رمضان فما هدية من الله سبحانه وتعالى لخلقه ونحن نقولوها لبعضنا وتكون يوم العيد. إيش تسمى الهدية؟ تسمى الجائزة، جائزة الصوم أو جائزة الصيام للمسلم لما في رمى في 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 عيد الفطر ونقول للناس قوموا بعد صلاة العيد وبعد إخراج الفطرة وقوموا إلى جوائزكم، قوموا خذوا الجوائز من الله سبحانه وتعالى في ربما في الأضحى قوموا لأضاحيكم، ولكن في صيام في رمضان في عيد الفطر جوائزكم لجوائزكم. فما جائزة من الله سبحانه وتعالى يعطيها للصائم بعد هذا الشهر العظيم؟ نحن خذينا يعني الفضائل في هذا الشهر، يمكن أن نعود إلى شهر رمضان والحديث عن شهر رمضان ما دمنا في رمضان في حصص أخرى تكون في مسائل فقهية إن شاء الله. تكون في مسائل فقهية إن شاء الله. بارك الله فيك الشيخ لله الحمد لله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.